بكم إلى نشرة ثامنة ونبدأها بالعناوين. إحاطة بلاش خارت تعصف بالجو السياسي، الصدر يوافق على حوار يبعد الفاسدين، والخنجر يؤكد الحاجة إلى عهد جديد. الإطار يمهل أربيل وسليمانية 10 أيام لتسمية مرشح رئاسة الجمهورية، والحسم مرتبط بتوافقات بغداد. مفوضية كردستان تفسر عدم الدستورية في قرار المحكمة الاتحادية، وتحذيرات من توظيف سياسي لأحكام القضاء. المركز اليتيم لعلاج السرطان في الموصل خارج الخدمة، الروتين يؤخر الافتتاح، وآلاف المرضى محاصرون بالفقر وأعباء السفر. أهلا بكم. إحاطة مبعوثة الأمم المتحدة في العراق لمجلس الأمن الدولي بشأن حالة العراق أثارت تفاعلات سياسية مختلفة. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشاد بكلمة المبعوثة الأممية، وأيد معظم ما جاء في الجلسة من حديث عن الفساد والسلاح المنفلت، وأعلن قبوله بالحوار على أن يكون علنياً، لكنه تحفظ على خطاب ممثل العراق وبعض المندوبين حول تشكيل الحكومة قائلا: إن الشعب يتطلع إلى تشكيل كابينة بعيدة عن الفساد والتبعية والميليشيات. وفي تفاعل آخر، عد رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر عد إحاطة بلاسخارت رسالة واضحة تؤكد ضرورة صياغة عهد وطني وعقد جديد يعالج خطايا النظام السياسي. هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في أول تعليق على الأزمة السياسية منذ اعتزاله إنه يوافق على الحوار مع الكتل السياسية إذا كان علنيا لإبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء النزيه. وفي بيان مطول عقب فيه على إحاطة مبعوثة الأمم المتحدة للعراق جنين بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي بشأن وضع العراق، شدد الصدر على ضرورة ألا يكون السلاح المنفلت ضمن إطار الدولة، ويستعمل ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذر الدولة العميقة. وفيما رفض كلمة ممثل العراق الدائم في الجلسة الأممية وإصرار بعض أعضاء مجلس الأمن على تشكيل الحكومة في العراق، أشار الصدر إلى أن كثيرا من الحكومات تشكلت وأضرت بالوطن، وأن الشعب يتطلع إلى حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والميليشيات والتدخلات الخارجية. يرى متخصصون بشأن السياسي أن عودة الصدر وقبوله بالحوار فرصة الإطار التنسيقي لمنح الشرعية الكاملة للحكومة المقبلة. عليكم السلام. أخيرا خرج الصدر عن صمته السياسي بتغريدة مطولة علق فيها على إحاطة بلاسخارت لمجلس الأمن بشأن حالة العراق. تغريدة الصدر حملت نقاطا كثيرة بينها تأييده لمعظم مواقف المندوبين في المجلس. نور الأبرار الصدر وافق أيضا على المشاركة في الحوار بشرط أن يكون علنيا، ما فسره مقربون من الحنانة بأنه رغبة في إطلاع الشعب على ما سيتم التوقيع عليه من اتفاقات وكشف المتنصل عنها إن حدثت. غياب السيد مقتدى الصدر عن المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، لكنه لن يتغير ولم يتغير، يريد أن يكون هناك تغييرا جوهريا، وهو ما زال مصرا على أن يكون الحوار حوارا يعني شفافا ويعلم به الجمهور، يعني الغرض من أن يكون علنيا حتى يكون المواطن العراقي على دراية من الذي سيتمسك بهذه الاتفاقات إذا ما تم التوقيع عليها. متخصصون آخرون في الشأن السياسي يرون أن الحوار فرصة مهمة للإطار التنسيقي كي يستطيع منح الشرعية الكاملة لحكومة يريد تشكيلها، وأن المفاوضات إن حدثت فستبدأ من الصفر. فرصة كبيرة للإطار التنسيقي في الدخول في حوارات جادة مع التيار الصدري لحل حالة الأزمة. هذه الفرصة يجب أن يغتنمها الإطار لتحقيق حكومة مقبولة لدى الجميع.
في وقت ما زالت فيه الأطراف السياسية عاجزة عن إيجاد حلول للوضع السياسي المتأزم في البلاد، لا يجد المجتمع الدولي إلا الحوار الوطني حلا أمام الساسة العراقيين لتجنب الانهيار. حيدر البدري، UTV، بغداد. رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر قال إن إحاطة بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي حملت رسالة واضحة، وذكر الخنجر في تدوينته إن الإحاطة تؤكد ما طرحه تحالف السيادة من ضرورة صياغة عهد وطني جديد يعالج خطايا النظام السياسي، مشددا على أن الجميع بحاجة إلى مصارحة وطنية حول كتابة عقد جديد يعيد إلى العراق مكانته وإلى العراقيين كرامتهم وحقوقهم. من جانبه قال القيادي في الديمقراطي الكردستاني هوشار زيباري إن إحاطة بلاسخارت لمجلس الأمن تحمل نقاطا إيجابية لكنها تغاضت عن بعض الأمور، وذكر زيباري في تدوينته أن الإحاطة أهملت الفاعلين المعرقلين لمسار العملية السياسية والدستورية بعد انتخابات تشرين عام 2021 والتي ساعدت البعثة الأممية على إنجازها والإشراف عليها. المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي قال إن خطوة الإطار المقبلة ستكون محفوفة بالمخاطر إذا لم تكن بمشاورة التيار الصدري، مشددا على تحصين الحكومة الجديدة بالتفاهمات. يعني أي خطوة الآن، أي خطوة بدون أن تكون هناك يعني رضا أو تفاهمات مع الأطراف الأخرى اللي هي شركاء بالعملية السياسية ومن ضمنها الكتلة الصدرية وحتى الحركات الناشئة والمستقلين، وهناك كثير من الشخصيات التي يعني ممكن حركات دخلت جديدة إلى مجلس النواب العراقي، هذه كلها حقيقة يجب أن تجتمع وتتفق على خارطة سياسية جديدة، لأن ممكن يعني الإطار ممكن أن يذهب بخطوة تسمية الحكومة ورئيس الوزراء وحتى المكون الكردي رغم التشظي اللي موجود حول الاختلاف تسمية أو حول تسمية رئيس الجمهورية، ممكن أن يصبح هناك اتفاق بشخصية أو التصويت على شخصية واحدة، ولكن السؤال هنا أنه هذه الخطوة كم ستستمر، وهل هذه الحكومة أو السيد رئيس الجمهورية سيستمر طويلا في ظل معادلة تشظي ورفض من جهة مؤثرة تملك الشارع. برنامج الحق يقال على UTV ناقش إحاطة بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي. المشاركون في البرنامج تباينت تقديراتهم الأهمية لأهمية الإحاطة وموقف الصدر منها. الأحزاب الحاكمة في العراق اليوم يعني شرعيتهم الداخلية مخدوشة صراحة من تشرين، من عدم مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات، من يعني اليوم يعني اللي مع الأسف أقول هذا الكلام، المشارك في الحكومات العراقية متهم بالفساد حتى تثبت براءته. لو راجعت الإحاطة لبلسخارت في شهر الخامس ماذا اختلفت عن شهر العاشر؟ ماذا اختلفت؟ لن يختلف شيء، هي تخاطب الطبقة السياسية، هي أيضا دعت إلى محاربة الفساد، إلى صيانة مؤسسات الدولة، إلى الاستقرار، إلى الهدوء. خلينا ناخذ تغريدتين أخيرة يعني ما بعد الاعتزال. الأولى يعني حينما دفع بحل خارطة حل، يعني سيد مقتدى صدر أشار على أنه لابد يعني بعد عجز الإطار وإلى الآن عاجز الإطار يعني عن تشكيل حكومة. هسه الأسباب ناقشتها كثيرا حضرتك في البرنامج، لكن أشار إلى خارطة حل بما أنه الإطار عجز عن تشكيل الحكومة، بقاء الحكومة، بقاء السيد رئيس الجمهورية والذهاب لانتخابات بإشراف أممي ومراقبة، إشراف ومراقبة وتنتهي الأزمة. لمزيد من المناقشة حول المشهد السياسي معنا من بغداد الدكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور. السيد الصدر أنهى أكثر من 30 يوما من الاعتزال وذلك ببيان علق فيه على كلمة بلاسخارت. ما الذي تعني عودة السيد الصدر للحديث السياسي مرة أخرى؟ سيدي العزيز، في البدء دعني أحييك وأحيي جميع متابعي مشاهدي قناة UTV.
يعني اليوم أعتقد السيد الصدر يعني على الرغم من أنه أعلن انسحابه من العمل السياسي، لكنه بالنتيجة مراقب، وحينما تكون هنالك ضرورات لحديث السيد صدر كان السيد صدر يتحدث أو يخرج بما يحاول من خلاله تهدئة الوضع أو تهدئة الأمور أو تسير الأمور بشكل واضح. اليوم أعتقد أن المانع الذي أجبر السيد الصدر على يعني على اعتزال العمل السياسي ربما قد انتهى، وبالتالي يعني عودة السيد الصدر ضرورية، خصوصا في ظل الإشكاليات الكبيرة، في ظل التخوف من عودة التصادم مرة أخرى، في ظل إصرار بعض الكتل السياسية على المضي في تشكيل حكومة توافقية محاصصاتية، وبالتالي كان لزاما أن يعطي السيد الصدر رأيه، وبالتالي السيد الصدر أعطى رأيه خصوصا مع أو بعد الإحاطة، إحاطة السيد بلاسخرت لمجلس الأمن، والتي ربما لأول مرة تتحدث فيها السيد بلاسخرت بهذه الصراحة المطلقة في عملية وصف الوضعية السياسية في العراق، في عملية وصف النظام السياسي في العراق، حينما قالت بأن النظام أو بأن الأحزاب السياسية في العراق هي تعمل بالضد من الشعب أو بالضد من مصلحة الشعب، في إشارة واضحة إلى إصرار الكتل السياسية على الاستمرار بالتوافقية، باعتبار اليوم التوافقية هي مرفوضة شعبيا، وبالتالي إصرار هذا أو إصرار الأحزاب على الاستمرار ضمن قواعد اللعبة معنى إصرارها على البقاء على الفساد، وبالتالي زيادة أزمة الثقة الموجودة ما بين المواطنين وما بين الكتل السياسية. يعني هناك جزئية كلام السيد الصدر بأنه قبل بالحوار مشروطا بيكون علنيا، وهذا ما يده البعض من الخبراء والسياسيين، ما المراد من ذلك؟ ما المراد بأن يكون الحوار علنا؟ هو شوف الأستاذ ناطق، أولا يعني ماذا نريد في الحوار؟ ما هي خارطة الطريق التي نريد أن نذهب فيها إلى الحوار؟ اليوم على ما يبدو أن الإخوان في الكتل السياسية الأخرى تريد من الحوار هو الحوار على تشكيل حكومة، بينما السيد الصدر يريد الاستمرار أو يريد من الحوار أن يكون حوارا لحل الإشكاليات الكبيرة والكثيرة اليوم التي نعاني منها. نتحدث عن ذهاب إلى انتخابات، هنالك مطالب شعبية للذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل وجود سلاح منفلت، في ظل وجود تغول على الدولة، في ظل وجود في ظل محاولات يعني الإساءة إلى هيبة الدولة، في ظل وجود الفاسدين المحميين سواء كانوا من الكتل السياسية أو يعني محميين وفق أو محصنين بحصانات سياسية، وبالتالي يعني كيف يتم معالجة هذه المشكلة؟ إذا ما أردنا أن نعالج هذه المشكلة نحتاج أن يكون هذا الحوار حوارا صريحا أمام القواعد الشعبية، حتى يعرف المواطن، يعرف الناخب، تعرف القواعد الشعبية ما الذي تريده الأحزاب اليوم من هذا الحوار، وما هي مخرجات هذا الحوار، ومن الضامن لتنفيذ هذه المخرجات. أنا ربما كررتها في أكثر من مرة من خلال قناتكم الكريمة، قلت أن الحوار يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى ضمانات. المقدمات هو أن يكون الحوار مفتوحا، بالنتيجة اليوم المواطن يعود كلاعب أساسي ومشارك في عملية صناعة القرار العراقي، وبالتالي المواطن عليه أن يعلم ماذا تجري خلف أبواب هذه الحوارات، وما هو نوع هذه الحوار، ما الفائدة من هذه الحوار، ما هي مخرجات هذه الحوار، وهل سوف تنفذ، يعني بالتالي حتى إذا تم الوصول إلى مخرجات حقيقية لحل هذه الأزمة
وحاول البعض التنصل عنها كما يحدث في كل الحوارات السابقة وفي كل الاتفاقات السابقة وفي كل التوقيع على يعني على مذكرات التفاهم السابقة. اليوم حتى يعلم المواطن من هو الذي يتنصل ويتخلى عن الاتفاقات أو عن تنفيذ مخرجات هذا الحوار. بالتالي السيد الصدر يصر على أن يكون الحوار علينا. وأنا أتساءل من خلال قناتكم أقول لماذا تتوخوا في بقية الكتل السياسية من أن يكون حوار علنيا، بما أن الحوار لحل حالة إشكالية سياسية تؤثر على المواطن، لماذا تخشى الكتل السياسية اليوم الذهاب إلى حوار مفتوح أو إلى حوار منقول عبر وسائل الإعلام؟ مقابل كلمة بلاشخارت السيد الصدر رفض كلمة ممثل العراق وخطاب المندوبين الذين تحدثوا عن ضرورة تشكيل الحكومة العراقية. دكتور، يعني ماذا يترتب على ذلك؟ يعني بالفعل بينما كانت كلمة سيد بلاسخارت كلمة واقعية قريبة من الواقع، حددت فيها المشكلة وأعطت بعض الحلول لهذه المشكلة. يعني كان حديث الممثل العراقي يعني حديث مجامل للحكومة، ويريد أن يحاول أن يعني يقلل من حجم الأزمة الموجودة في العراق، وهي أزمة خطيرة وكبيرة وتحتاج إلى وقفة حقيقية لتجاوز هذه الأزمة. المشكلة الأخرى هو الحديث عن تشكيل حكومة. اليوم أن نشكل حكومة توافقية على نفس القياسات السابقة وضمن قواعد اللعبة السياسية السابقة معناه أنه نعمل على عودة المحاصصة، نعمل على عودة تقسيم المؤسسات على أساس يعني على أساس مغانم أو قطاعيات للكتل السياسية الموجودة اليوم في العملية السياسية، وبالتالي معناه أن الوفرة المالية المتوفرة اليوم سوف تضيع كما ضاعت الموازنات السابقة التي لم يتحاسب أي فرد عن ضياع هذه الموازنات، ولم يعني لم نعرف لحد هذه اللحظة كيف تم فقدان هذه الموازنات وخسارتها بهذا الشكل. بالتالي يعني نحتاج اليوم أن تكون هنالك حكومة مستقلة، حكومة لا إطارية ولا تيارية، حكومة قادرة على توفير بيئة انتخابية آمنة من الممكن أن نذهب من خلالها إلى انتخابات شفافة ونزيهة، من الممكن أن تكون قادرة على إقناع الأغلبية الصامتة المترددة من عملية الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإقناعها بالعودة للذهاب إلى صناديق الاقتراع. هذه كلها إشكاليات لا يمكن تجاوزها أو حلها مع تشكيل حكومة إطارية، حكومة توافقية، حكومة محاصصاتية، حكومة قد تعمل على تزوير أيضا انتخابات القادمة أو تعمل على محاولة شراء بعض يعني بعض المواطنين من خلال التعيينات ومن خلال يعني ما يمتلكه صاحب السلطة لزيادة الجمهور الحزبي لهذه الأحزاب. وهذه كلها تخوفات حقيقية يعني لدى جميع الكتل والأطراف والناشطين والتجمعات الشعبية اليوم التي تصر على أن تكون الحكومة القادمة هي حكومة مستقلة لا إطارية، وأن لا تكون هذه الحكومة تابعة لجهة سياسية أيا كانت هذه الجهة. الدكتور مناف الموسوي رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، شكرا لهذا الحوار. أخبار يو تي في مستمرة، لكن أنتقل إلى زميلة فاطمة. أهلا بك فاطمة. أهلا بك ناطق، شكرا. أهلا بكم. أكد عضو الإطار التنسيقي عباس العامري أن قوى الإطار أمهلت الأحزاب الكردية 10 أيام للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية. وقال العامري في تصريح للصحيفة الرسمية إن على الحزبين الرئيسين الكرديين الاتفاق على مرشح واحد أو الذهاب كل بمرشحه للتصويت عليه تحت قبة البرلمان، مضيفا أنه في حال تسمية رئيس الجمهورية الجديد فسوف يكلف مرشح الإطار بتشكيل الكابينة الوزارية. العامري نوه بأن عملية الانفتاح على التيار الصدري غير واردة حاليا في متبنيات الإطار، باعتبار أن الصدر سحب نوابه من البرلمان وذهب إلى خارج العملية السياسية بأكملها. حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي من تدويل الأزمة العراقية في حال استمرار الانسداد السياسي، مشيرا إلى أن اتفاق البارتي واليكتي مرتبط بتوافقات بغداد. بالتأكيد واحدة من واجبات بلاسخارت هي أن
تحيط مجلس الأمن بآخر تطورات الوضع العراقي، وبالتأكيد هذه الإحاطة هذه المرة أيضا كانت يعني تصف الوضع العراقي يعني بنوع من الصعوبة وأيضا الخوف من المستقبل وعدم تفاهم الأحزاب السياسية وعدم ولادة أي ثقة بينهم. كل هذا طبعا يؤدي إلى الإساءة إلى سمعة العراق، وبالتالي نحن نخشى أن يكون هناك تدويل للقضية العراقية في المحافل الدولية. في جميع الأحوال هي دعت الأحزاب السياسية العراقية إلى محاولة حل هذا الوضع المتأزم. موضوع مرشح منصب رئاسة الجمهورية هو مرتبط ارتباط وثيق بالتوافق في بغداد. بعد بيان المحكمة الاتحادية بشأن دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، نفت المفوضية إلغاء القرار لدستوريتها موضحة أبعاده. حكومة إقليم كردستان، المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بشأن دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، وسرعان ما تباينت الآراء في فهم القرار. مفوضية أربيل تقول أن الحكم لم يلغي دستوريتها وعدته إيجابيا، مؤكدة أن اعتراض المحكمة أشار إلى عبارة السلطة الحصرية الواردة في نص قانون مفوضية الإقليم، وذلك لأن المفوضية الاتحادية في بغداد لها الحق أيضا في تنظيم انتخابات داخل كردستان، ومنها انتخابات مجلس النواب. من الناحية القانونية قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وغير قابلة للطعن. نرى بأنه في جانب إيجابي من حيث عمل المفوضية إقليم كردستان، لأنه في إقرار دستوري لهذه المفوضية، والمفوضية مشكلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2014، وضمن السياقات الدستورية التي يعني تنطي الحق للإقليم بأن تكون له مؤسسات وهيئات مستقلة. خبراء في القانون ذهبوا إلى ما ذهبت إليه مفوضية انتخابات كردستان، مؤكدين أن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المفوضية، ولكنها أكدت أن مفوضيتي المركز وأربيل تمتلكان الحق في العمل داخل الإقليم، وهذا يفسر الاعتراض على عبارة السلطة الحصرية الواردة في نص قانون مفوضية كردستان. قرار المحكمة الاتحادية رد الدعوة ورد طلبات المدعين في الدعوتين أعلى فيما يتعلق بعدم دستورية قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم، وبالتالي فإن هذا القانون صحيح ونافذ ما عدا العبارة المكونة من ثلاثة كلمات فقط، وهي لتكون السلطة الحصرية. ورغم هذا التفسير الذي يصب في صالح الإقليم، فإن سياسة كرد يرون أن الخصوم يحاولون توظيف القرارات القضائية في الخصومات السياسية. هي مجرد ضغوطات سياسية فيها جنبة سياسية على إقليم كردستان وخاصة على الديمقراط الكردستاني، بسبب أن الديمقراط الكردستاني لا يقبل الإملاءات الخارجية. الدعوة التي بتت فيها المحكمة الاتحادية رفعتها النائب الكردية المعارضة سروى عبد الواحد ونواب آخرون للطعن في دستورية مفوضية انتخابات كردستان. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. أمنياً، كشف قائد في البيشمركة أن قوة إيرانية توغلت بعمق أكبر نحو المناطق المأهولة في ناحية سدكان شمالي أربيل. وقال بهرام ياسين أمير قيادته الكرد في تصريح أن القوات الإيرانية وسعت نطاق انتهاكها للحدود وعبرت نقاط قوة البيشمركة. التوغل الإيراني يأتي بالتزامن مع تجديد مدفعية الحرس الثوري اليوم قصفها لسدكان، وتسبب القصف المستمر منذ 10 أيام في إخلاء سكان 7 قرى منازلهم مع قرب بدء العام الدراسي بحسب مصادر محلية. للحديث أكثر ينضم إلينا من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد. أهلا بك سيد وفاء، يعني أبدأ معك، نتحدث عن ما هي صحة ما يتداوله أعضاء في الإطار حول منح أربيل مدة 10 أيام للتوافق مع السليمانية على مرشح لرئاسة الجمهورية. كذلك إلى جانبه، ما هي تطورات الحوار بين البارتي والاتحاد؟ هل من مرشح توافقي حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة ستو لزميلك ولجميع مشاهدي قناتكم العزيزة أينما كانوا. طبعا لحد الآن هذه المهلة هي لم تكن رسمية ولا يوجد طلب رسمي أو إعطاء مهلة رسمية إلى الديمقراطية أو إلى الليكيتي أو إلى الأكراد، وإن كانت هذه يعني تصريحات من بعض القيادة نحن لا نعتبرها رسمية. يجب أن يكون هناك طلب رسمي أو مهلة رسمي كما يسمون هذا الموضوع. هذا لا يوجد هذا الشيء، وإنما حتى وإن كان هناك مهلة رسمية أو طلب رسمي، نحن أكدنا تكرارا ومرارا بأننا متفقون في حال إن كان هناك عقد جلسة لتسمية مرشح رئاسة الجمهورية، فنحن مستعدون في ذلك الوقت بإعلان عن هذا الاسم، وأن لا دائما يذبوا اللوم ويذبوا الكرة دائما على الملعب الكردي. هم الآن في بعض المشاكل الذي لا يستطيعون حسم مشاكلها، وليس لديهم أي بوادر إيجابية في عقد جلسة، ولا يستطيعون أيضا ترضية التيار الصدري في عقد جلسة، ولا يستطيع أيضا ترضية التشرينين، وهناك مشاكل كثيرة عالقة في التوجه إلى عقد جلسة لتسمية رئاسة الجمهورية، وذب ويعني دائما تحويل الكرة إلى الملعب الكردي لعدم تسمية رئاسة الجمهورية هاي حجة ضعيفة جدا. فنحن أكدنا لهم مرارا وتكرارا يا أخوان، متى أنعقد الجلسة لتسمية رئاسة الجمهورية نحن مستعدون وحاضرون، وإن لم نأتي بمرشح فهناك أكثر من 35 مرشح، أنعقد الجلسة واختاروا واحد اللي يعجبكم بالنواب. طيب بالنسبة لقرار المحكمة الاتحادية حول مفوضية انتخابات الأقليم، كيف تابعت أربيل الموضوع؟ يعني هناك قانونيون أكدوا أن تفسير الحكم لا يمس بشرعية المفوضية، فيما يعني بالمقابل يحذر ساسة من استغلال قرارات المحكمة ربما في الخصومات السياسية. أكيد هذه الشكوى جاءت من بعض الأحزاب المعارضة. الأحزاب المعارضة هي قدمت شكوى تطالب بعدم دستورية مفوضية إقليم كردستان، وهي نسيت كان على المفروض على المعارضين في إقليم كردستان أن يقرؤون الدستور جيدا، وأن يعرفون بأن المادة 121 تسمح لسلطات الإقليم باتخاذ الإجراءات باتخاذات السلطة بالسماح للسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، أي يحق لسلطات الإقليم أن يكون له سلطة تشريعية، والسلطة التشريعية هي أحد أساس السلطة التشريعية المفوضية. هذا قرار دستوري، إنما كان هناك فقط على كلمة واحدة وهي أن لا تكون حصريا للمفوضية فقط في إقليم كردستان، أي عندما يكون أي انتخابات في إقليم كردستان من حق حكومة مفوضية بغداد أن تشارك مع مفوضية إقليم فيض، وهذا أيضا شيء جيد ونحن دائما نطلب هذا، والحمد لله هذا القرار رد. إنما كان الشكوى المقدم من المعارضين هو لإلغاء مفوضية إقليم كردستان وفقط للسماح لمفوضية بغداد بالتصرف بانتخابات إقليم كردستان، وألغي هذه الدعوة لضعفها. طيب سيد وفاء، يعني أعود للحدث الذي يشهده الإقليم منذ عدة أيام، ألا وهو القصف عشرات الصواريخ، واليوم تتحدث قوات وقيادات عسكرية عن توغل قوات إيرانية بعمق أكبر نحو المناطق المأهولة بناحية سدكان. كيف تتعامل أربيل مع هذه التطورات؟ طبعا احنا هاي مو أول مرة، يعني هذا تكرار كثيرة من هذا القصف وهذا التوغل، إن كان من القصف التركي وإن كان من القصف الإيراني وإن كان من التوغل التركي وأيضا من التوغل الإيراني، بحجة أن وجود هناك أحزاب معارضة في إيران وهم يستهدفون هذه الأحزاب المعارضة، ونحن نعلم بأن هذا القصف المستمر لحد الآن 12 يوم لحد الآن، وهناك نزوح من قرى وخاصة في منطقة سيدكان وأيضا في منطقة شارباجر وفي منطقة بينجوين، هناك قرى نزحت كثيرة وعوائل وحقول احترقت مع الأسف الشديد. الأحزاب المعارضة الموجودة في إقليم كردستان معارضين هم أحزاب فقط لديهم فعاليات ثقافية وسياسية، ولم يشكلوا أي خطر على الإيرانيين لمراعاتهم مصلحة الإقليم، أي بعكس ما يعمله حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال دهوك. أي هذه الأحزاب هي لها فقط انسجام مع إقليم كردستان ولا تتخذ أي أداء عسكري في إيران، ولكن هذه الضربة يا ستي هي ضربة استباقية، لأن أنت تعرفين هناك الاحتجاجات 17 يوم احتجاجات كبيرة في جميع المدن في إيرانية، وهذه ضربة استباقية لكي لا يسمح
لتدخل هذه الأحزاب المعارضة بالدخول ومساندة الشعب الإيراني في هذه المظاهرات. نحن نعتبر هذه الضربة بهكذا، ولكن نعم التوغل موجود، القصف لحد الآن موجود، ولكن من الناحية القانونية أيضا سيادة هي للدولة العراقية حسب الاختصاصات الحصرية بالمادة 110 على هذا الصمت الخجول من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة، من رئيس المرة، من رئيس، من جميع رؤساء القوى السياسية، هو يزيد من توغل ويزيد من هجمات الإيرانية والتركيين على إقليم كردستان. ولكن نعم نعم خاصة الجانب، لا والجانب التركي أيضا أختي الفاضلة، احنا انت لا تنسين انت احنا في الشهر السابع كان هناك قصف. نعم يعني سيد وفاء نتحدث عن احداث الاحداث الحاضره، لذلك ذكرت الجانب الايراني. نعم صحيح يعني صحيح. لا لا هو كلامك، انا قصدي بالمفهوم العامي. نعم هذا كلامك صحيح، ولكن ما اشير اليه كان بالامس في مجلس الامن تقرير بلاسخار اشارت الى هذا النقطه، وهناك كانت ادانات كثيره من جميع الدول الموجودين في اعضاء، يعني ادانات الدول الغريبه الاجنبيه كانت اكثر من ادانات الموقف العراقي مع الاسف الشديد. السيد وفاء محمد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني كنت معنا من اربيل، شكرا جزيلا لك. قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة بخصوص حادثة انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة، فيما دعا إلى كشف نتائجها في جلسة علنية. المكتب الإعلامي لمحسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان أشار في بيان إلى أن اجتماعا عقد للجان الخدمات والإعمار والنزاهة والاستثمار النيابية، واستضيف خلاله أمين العاصمة بغداد ورئيسة هيئة الاستثمار، فضلا عن ممثلين لوزارة الصحة وبلدية الكرادة، فيما لفت إلى أن المجتمعين بحثوا تداعيات انهيار البناية داعيا إلى الإسراع في تعويض الضحايا وإحالة المقصرين إلى القضاء. أكدت هيئة النزاهة صدور أمر باستقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربية العامة إحدى تشكيلات هيئة التصنيع الحربي لإضراره عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت في بيان محكمة تحقيق الحلة والمختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام في قضية المخالفات الحاصلة بالعقد المبرم بين الشركة وأحد المتعاقدين لشراء مادة برادة الحديد، وبيّنت الدائرة أن المشتري قطع آلات قديمة ورفع سكراب الحديد بدلا من برادة الحديد بالتواطؤ مع بعض موظفي الشركة، ما أدى إلى هدر في المال العام. إلى جانب الصناعات العسكرية، تدخل هيئة التصنيع الحربي المجال المدني لتدعم الدولة ببعض المستلزمات، فيما تحذر من شبهة الفساد ودوره في التقليل من أهمية المؤسسة. هنا كانت تصنع ترسانة العراق العسكرية قبل 4 عقود، المكان شرقي الأنبار في عامرية الفلوجة. تعرضت المصانع الحربية 15 هذه إلى استهداف أمريكي، ثم توقفت المكائن بعد عام 2003 عن صناعة الأسلحة والذخائر التزاما بالاشتراطات الدولية. رئيس هيئة التصنيع الحربي وبعد تدشين مدافع ديثيرتي 125 حذر من دور الفساد في التقليل من أهمية دور مؤسسته التي وصفها بالضمان الاستراتيجي للعراق. هذه الأسلحة والأعتدة اللي احنا ننتجها أرخص من المستورد، المستورد ينباع 4 أضعاف كلف الإنتاج، لذلك راح يحاولون يشككون يسوون مشاكل كثير. الآن من الرؤوس حشاكم العفنة بدأت تظهر بالتقليل من إنتاجات وكفاءة إنتاج هيئة التصنيع الحربي والطعن بالعاملين فيها من الفاسدين والخونة الذين لا يريدون الخير لهذا البلد. إلى جانب الصناعات الحربية، أعلنت الهيئة دخولها عالم الصناعات المدنية كإنتاج قنان الغاز، إضافة إلى براميل الخزن بجهد وتمويل ذاتي 3000 موظف فيها. احنا مو بس رحنا باتجاه خزن المواد الغذائية، وإنما رحنا باتجاه
خدمة وزارة النفط، وبالتالي أنتجنا البراميل لصالح وزارة النفط والبراميل لصالح وزارة التجارة، وبطاقة إنتاجية 648,000 برميل سنويا. بين رغبة العراقي في امتلاك قوة عسكرية وحاجته إلى صناعة مدنية، يبقى البلد راغبا في الحفاظ على قدرة متعافية في السلم والحرب تلبي حاجة كلا الظرفين. نبيل عزامي، يو تي في، الأنبار. وافقت مجموعة أوبك بلس على خفض الإنتاج اليومي للنفط بمعدل مليوني برميل يوميا ابتداء من الشهر المقبل. وبحسب رويترز، عقدت دول المجموعة اجتماعا في فيينا لبحث أسواق النفط واستراتيجية الإنتاج وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي، الأمر الذي سيؤثر في الطلب على الخام. ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% عقب قرار مجموعة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط اليومي، وسجلت العقود الأجلة من خام برنت 93 دولارا و88 سنتا للبرميل بزيادة دولارين و80 سنتا على سعر الإغلاق يوم أمس. من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات الطاقة الأمريكية إلى العمل على خفض أسعار الوقود عقب القرار الجديد لأوبك. أكثر من 50 شركة عربية وأجنبية تتنافس على تسويق منتجاتها في معرض البصرة الدولي للنفط والطاقة المتجددة. ورغم أن العراق شق طريقه نحو تطوير الصناعة النفطية، فإنه لا يزال بحاجة إلى مواكبة التكنولوجيا الحديثة. التفاصيل مع سعد قصي. تتنافس أكثر من 50 شركة من 12 دولة عربية وأجنبية على تسويق منتجاتها في معرض البصرة الدولي للنفط والغاز والطاقة المتجددة، فالفرصة مواتية هنا، وذلك لأن الصناعة النفطية والغازية في العراق متعطشة إلى التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة في مجالات الحفر والتنقيب وحتى منظومات السلامة. هو معرض متخصص جدا بتكنولوجيا النفط والطاقة وكل ما يخص عمل الشركات النفطية هنا. الشركات القادمة هنا أدركت وتدرك أهمية مدينة البصرة كونها موطن للصناعة النفطية العراقية، وليس فقط في العراق وإنما على مستوى الشرق الأوسط ومنظمة أوبك أيضا. ورغم التقدم التقني في مصادر الطاقة المتجددة، فإن عصر النفط لا تبدو نهايته قريبة مع استمرار الطلب على مصادره التقليدية. ومن هنا تبرز حاجة العراق إلى مواكبة تطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز بالاعتماد على شركات أجنبية. السبب لسه المنظومة العراقية محتاجة تتطور أكثر ومحتاجة تحتك أكثر، والكوادر العراقية محتاجة تتدرب أكثر. تقنيات رصد انبعاثات الأنشطة الصناعية الملوثة كانت حاضرة في المعرض، فهذه المحطة المتنقلة دخلت الخدمة في وزارة البيئة العراقية مؤخرا لمراقبة نوعية هواء المدن التي ترتفع فيها نسب التلوث بسبب الأنشطة النفطية. مديرية بيئة البصرة عندها 5 محطات من هذه تراقب نوعية الهواء ومشخص الخلل، وحتى أكو دراسات على بؤر معينة اللي تنتشر بها الأمراض السرطانية للأسف، والربط واضح بين التلوث الهواء والعدد والنسب الزيادة بهذه الأمراض. وتشارك في المعرض شركات وزارة النفط العراقية كغاز الجنوب والمصافي، فضلا عن شركتي نفط البصرة وذيقار. وتحاول هذه الشركات الحكومية نسج علاقات مع نظيراتها الأجنبية للانتفاع من خبراتها، إلى جانب التعريف بفرصها الاستثمارية. تسهم صادرات العراق النفطية بأكثر من 90% من واردات البلاد، لهذا فإن الاهتمام الحكومي ينصب على تطوير صناعة النفط والغاز من خلال البحث عن التكنولوجيا الجديدة لرفع مستوى سقف الإنتاج. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة. بمشاركة أكثر من 600 موكب خدمي، استقبلت سامراء ما يزيد على 4 ملايين زائر من محافظات مختلفة وبلدان متعددة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري في مشهد استثنائي لم تعهده المدينة منذ تفجير المرقدين عام 2006. هلا بيوم، هلا بيوم.
أكثر من 600 موكب خدمة للزائرين نصب في سامراء حول المرقدين العسكريين، وكعادتهم يتسابق أهالي سامراء في تقديم الطعام والشراب فضلا عن فتح المنازل لمبيت الزائرين في صورة تعكس كرم المدينة. هذه الزيارة أو الزيارات الأخرى في سامراء تعاون أهالي المدينة وشيوخها ومضايفها وتبقى مفتوحة لخدمة الزائرين، وها أنتم ترون أهل سامراء وبيوتهم المفتوحة وكل الزوار اللي يجون إلى سامراء يلقون حسن المعاملة وتقديم الخدمات من الأهالي طوعا. ما يزيد على 4 ملايين زائر عراقي وعربي وأجنبي قدموا إلى سامراء لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا الموكب حط رحاله في المدينة قادما من الناصرية ليشارك في المناسبة، فوجد في سامراء ترحابا وفي أهلها رحابة صدر. نحن موكب الإمام الحسن الزكي أهالي ذي قار، جئنا إلى مدينة سامراء المقدسة تقديم التعازي إلى أهلها وخدمة زوار أبي محمد الإمام الحسن العسكري. بإمكانيتنا واللي نقدر عليه من هذه الخدمة البسيطة أقل ما نقدر نقدمه لأهل البيت، لأهل العطاء وأهل الكرم، الكرماء وأبناء الكرماء. واليوم احنا هنا بمساعدة طبعا العتبة العسكرية المقدسة جينا هنا وهذا المكان من أهالي سامرة، نشكرهم على تعاونهم ويانا. للمرة الأولى منذ تفجير المرقدين العسكريين عام 2006 يتم تفويج الزائرين داخل أحياء سامراء، حيث تعيش المدينة مشهدا استثنائيا يتمثل في حرية التنقل والتجوال بأريحية تامة. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في. مركز السرطاني في الموصل خارج الخدمة. هذا الملف معك ناطق. شكرا فاطمة. الروتين الحكومي يجبر المرضى على شد الرحال من الموصل إلى البصرة ومدن أخرى لتلقي العلاج والبحث عن أدوية لا طاقة لهم بثمنها، حيث تعد مراكز العلاج التخصصية هي الأكثر أهمية لمرضى السرطان المحاصرين بالفقر وأعباء السفر. وفي المثنى لا يختلف الواقع الصحي عن أختها نينوى، حيث تفتقر مستشفيات عدة إلى أقسام طبية مهمة تجبرهم أيضا على الرحيل إلى المدن الكبيرة. وفي المدينتين مشهدان يمثلان واقعا صحيا لا يختلف كثيرا عن سائر مدن العراق. توقف المركز اليتيم في جامعة الموصل لعلاج مرضى السرطان يحمل آلافا منهم مصاعب عدم توفر العلاج وغلاء أسعاره في المداخر والصيدليات. التفاصيل مع محمد سلم. لا يهدد المرض وحده حياة مرضى السرطان في نينوى، فبغض النظر عن اتهامات الفساد باتت البيروقراطية والمعوقات المالية والإدارية معينا للمرض الخبيث. المحافظة إذ تمتلك مركزا بحثيا يمكنه تقديم العلاج الذي يبحث عنه المرضى خارج مدينتهم. يعاني مرضاها من توقف المركز ما دفعهم إلى البحث عن مراكز أخرى في محافظات بعيدة لمن يمكنه منهم تحمل تكاليف ذلك ماديا وجسديا. والله العلاج نار يا أخويا، وكل شيء ماكو، الحال ما يتمكن منين يجيب، يعني هالصندات هالمغذي هالجرعة اللي عنا أخذها أنا أرن الهوية ما يتلعندها بالصيدلي واجيب لي علاج. الدكتور كتب لي إشعاع بالبصرة، البصرة منين يعني نحط له أقدي لي النهار مالية لياقة. ويواجه آلاف من مرضى السرطان في الموصل مصاعب جمة تتمثل بعدم توافر العلاج اللازم في المستشفيات وغلاء أسعاره في المداخل والصيدليات ما يهدد حياة غالبيتهم. قسم أدوية عوفة ما أقدر عليها، ما أقدر أشتريها، يعني لسه عندك البارحة اشتريت إبرة مناعة والله تأذيت يعني لما اشتريتها، يعني اللي أخذت من صاحبي فلوس كملت على إبرة اشتريتها. عندك الأدوية، عندك الأوبر، عندك بعض المغذيات، هاي كلها نشتريها خارجية، كله خارج، اكو ناس يعني ما تقدر تشتريها.
ويعود السبب في تأخر افتتاح المراكز البحثية في جامعة الموصل إلى خلاف بين وزارة التعليم ووزارة الصحة، فبعدما تم الاتفاق على افتتاحها مسبقا بين الوزارتين، تؤكد جامعة الموصل أن المستشفى خرج من مسؤوليتها وبات تحت إدارة صحة نينوى، والأخيرة تقول إنها لم تتسلم المستشفى جاهزا للعمل. وخلال هذه الجدلية يستمر الموت البطيء بحصد أرواح المرضى. تم الاتفاق ما بين دائرة الصحة وجامعة الموصل على تشغيل هذه المراكز البحثية. المشروع تأخر لأسباب فنية وإدارية عديدة، وأعتقد راح يتأخر كثيرا لأن هنالك مشاكل حقيقية، خصوصا أنا أتحدث عن جزئية العلاج الشعاعي اللي هي تخص مستشفانا وتخص مرضى السرطان. بكل خبث ينتشر المرض في جسد المرضى، وبخبث موازن تعينه الخلافات في استمرار معاناتهم، فيما تبقى أبواب المراكز المخصصة للعلاج مغلقة بوجه المحتاجين. من الموصل محمد سالم، UTV. وفي المثنى، طالب عدد من شباب قضاء الوركاء بتفعيل قسم الأشعة في المستشفى التعليمي، وقال الشباب أن أكثر من 100,000 نسمة يعتمدون على مستشفى يفتقر إلى أهم الأقسام فضلا عن عدم تحمله أعداد المراجعين. وضيف النشرة معنا الآن نقيب أطباء النجف ومدير مستشفى الأورام الدكتور حيدر الشبلي. أهلا بك دكتور. يعني المرضى هذه الأمراض الخطيرة، من يتحمل مسؤولية السفر وعناء يعني مسألة الأدوية الغالية؟ ليش بنفتح مراكز لعلاج أمراض السرطان في كل المحافظات والعراق قادر على ذلك؟ السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. طبعا هو الموضوع موضوع الأورام موضوع شائك، لأن مراحل تطوير اهتمام بهذا الاختصاص، اختصاص الأورام متأخرة قامت بها الحكومة العراقية بسبب أنه هناك مشاكل تراكمية وعدم اهتمام بهذا الاختصاص، والذي وصلنا إلى هذه النتيجة على مستوى أنه مستوى العراق، أنه مثل ما تفضل حضرتك أنه ليش ما تتوفر مراكز تخصصية لعلاج الأورام في المحافظات. هي أسباب عديدة، أول وجود عدم وجود بنى تحتية، وبالإضافة إلى أنه عدم وجود عدد أطباء اختصاص يكفي لهذه المراكز. تدري أو بس مو بس أطباء، أطباء وكوادر صحية وكوادر تمريضية وكوادر صيدلية وجميع الاختصاصات، بالإضافة للاختصاص التقني والفيزياوي، يعني تيم كامل للعمل في المراكز التخصصية. عدم وجود البنية التحتية، عدم وجود الكوادر بعدد كافي، هذا السبب اللي نمر بها ساحنا. عدم متوفر هذه جميعها، وبالإضافة يقابلها بالوقت نفسه هو الزيادة العددية بعدد المصابين بالسرطان، خلانا امام هاي الازمه. هاي الازمه للاسف ماكو انه مسؤول من المسؤولين يعني ماخذها بنظر الاعتبار او بنظر الاهتمام، لان خلينا نكون واقعيين، وباعتبار انا اختصاص طبيب اورام، هم اغلب المصابين بالاورام واللي يعالجون بالمؤسسات الصحيه هي من معدومي الدخل، ودائما اكررها انا بكل لقاء. لذلك الاهتمام بهذه الطبقه اعتقد يعني غير مجزي وغير يعني ملائم. طيب. ووضعهم يعني دكتور انت ذكرت نعم. ذكرت انه اغلبيه المرضى بهذه الامراض هم من معدومي الدخل، يعني الفقراء، اذا خصوصا هذا المرض يعني يوجد به علاج وادويه غاليه الثمن، لا يستطيع اللي ذكرت حضرتك انه يدفعون. الدوله كيف ممكن ان تساعد هؤلاء في تخفيض اسعار الادويه على الاقل؟ هي مو تخفيض بس، احنا المشكله يعني على التطور العلمي وعلى البحوث العلميه والتطورات في علاجات الاورام، هنالك تحول اغلب الكثير من العلاجات الطبيه اللي كانت علاجات كيميائيه تحولت الى ادويه مناعيه واستهدافيه. هذه الادويه يعني تتميز بمميزات عديده ومهمه، هي اولا انه اقل اعراض جانبيه، اكثر استجابه للورم لها، نحافظ قدر الإمكان على صحة المريض والإطالة بعمر قدر الإمكان، وبعض الحالات شفاء. بالنسبة للعراق على مستوى الشرق الأوسط، أعتقد العراق أنه أقل هذه الدول المجاورة بتوفير هذه الأدوية. هذه الأدوية صحيح باهظت الثمن وتكلف ميزانية الدولة، ولكنها تتعامل ويا مرض خطير وتتعامل مع حماية يعني إطالة حياة أو ممات المريض. فأعتقد أنه يعني تكلف الدولة موازنة خاصة لهذه الأدوية، يخصص طيب. فد مركز أو يخصص فد مؤسسة مستقلة أو تابعة لرئاسة الوزراء
مختصة بالأمراض السرطانية، مختصة بالمرضى، تكون مشرفة على وزارة الصحة أو المرافق الصحية إذا تقدم خدمة. أعتقد حتى يصير هناك أكو دعم لهذه الطبقة الاجتماعية وهذه مع هذا المرض الخاص والخطير. إذا الدكتور حيدر الشبلي من النجف وهو نقيب أطباء المحافظة ومدير مستشفى الأورام، شكرا لهذه المعلومات. أخبار يو تي في انتهى، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.